أوروسكوب مع داليا. بونجور. بيقول ستيف جوبز وقتك محدود فما تضيعه بعيش حياة شخص آخر، وما تخلي نفسك توقع بشرك أو فخ العقيدة اللي هي نتيجة تفكير الآخرين. وبيكمل جوبز وبيقول ما تخلي ضجيج آراء الآخرين تحجب الصوت الداخلي الخاص فيك. يعني بمعنى آخر، أنت كإنسان قادر على التغيير بقدرك والتوقعات بمجرد الاستماع لنفسك بطريقة صادقة. أما هلأ خلينا ننتقل لنبدأ مع برج الحمل. تتحلى بجاذبية قصوى وبتشعر بثقة كبيرة بالنفس، بتتسلق سلم النجاح وبتحقق مرادك وأهدافك، بتمارس سحرك على الجنس الآخر وبتوقع القلوب وبتعيش مغامرة عاطفية استثنائية. فهنيئاً إلك. برج الثور. أنت إنسان حساس كتير وما بتقدر تخبي غضبك، ولكن المطلوب منك استخدام الدبلوماسية والابتعاد عن الانفعال. بتشكل العاطفة بحياتك شمس ساطعة بتدفئ قلبك، قلب الشريك وقلوب اللي حولك، وبتبعث فيهم حرارة الحياة وشرارة الإبداع. برج الجوزاء. بتتمتع بالمقدرة والسلطة وبقوة شخصية ونفوذ كبير، تستخدم مواهبك لحل أزمة داخل مكان عملك. بتعيش فترة هادية على الصعيد العاطفي، ولكن بنفس الوقت بعيدة عن المخاطر والأزمات. بإمكانك إشعال نار الحب من جديد بكسر الروتين. برج السرطان. تتميز بالصراحة، الجرأة وقوة التحمل اليوم، فبالرغم من العراقيل اللي بتعترض طريقك إلا أنك بتكون قادر على تخطيها وبجدارة. برافو عليك. يوم مناسب للوصول لحلول بترضي الحبيب وبترضيك، وبتدفع العلاقة لطريق التجدد. ما تخلي الفرصة تضيع من إيدك، بل سارع لحل أمورك بأسرع وقت. برج الأسد. تبدأ عمل جديد وبتنظم جدول أعمالك وأولوياتك حتى تتمكن من إنهاء مهامك قبل الوقت المحدد. بتميل للجدال وتوتير الأجواء لأنك عم بتعيش بعض الضغوطات. ما تخلي حياتك المهنية تدمر حياتك العاطفية، بل اسعى لوجود حل وسط بين الاثنين. برج العذراء. بيرافقك الحظ بمسيرتك اليوم وبيدفعك على العمل والاجتهاد، الأمر اللي بيظهر مواهبك وطاقاتك بغض النظر عن عمرك وحقل اختصاصك. عالج مواضيعك العائلية والعاطفية بهدوء وما تتسرع باستنتاجاتك، وبتعيش لحظات جميلة وعذبة. برج الميزان. أنت إنسان محبوب جدا بوسطك المهني، والسبب الاحترام والاحتراف اللي بيميزوك عن غيرك. حافظ على موضوعيتك وما تتكبر. تبدو علاقاتك بأوجة وبتختفي النزاعات والخلافات بشكل واضح. بتطل على حب جديد إذا كان قلبك خالي. تتعاطف مع مواليد برج الدلو والجدي. برج العقرب. عم بتفكر بالمستقبل يا عزيزي وبالمليون سنة القادمين وعم تنسى الحاضر. مش غلط إنك تأمن حياتك، ولكن الغلط تنسى نفسك اليوم. أنت والشريك على تناغم وتفاهم، فالشريك بيساندك وبيوقف لجنبك بجميع قراراتك. لهالسبب عليك بإشراكه بما يجول بخاطرك. برج القوس. تتزامن واجباتك المهنية والعائلية بوقت واحد، وبتقرر القيام بمهماتك وغض النظر عن المتطلبات العائلية. يا عزيز، الشغل ما بيخلص والعائلة ما بتنطر، حاول التوفيق بين الاثنين قدر المستطاع. بيحمل لك الفلك أخبار سارة ومناسبات مميزة، فقط حين الوقت لعقد الزواج أو للاحتفال بخطوبة أو حتى ولادة طفل. ألف مبروك. برج الجدي. كرر المحاولة وما تستسلم، وما تخلي الضغوطات تحط من ثقتك بنفسك ومن قدرتك على تخطي العراقيل. بينصحك الفلك بالوقوف بجانب الحبيب لأنه بحاجة للشعور بدعمك ومساندتك له. أنت قادر على تأمين شعور الأمان والاستقرار. برج الدلو. تتميز يا عزيز الدلو بأفكار جديدة وخارجة عن المألوف، وما بتهتم لآراء الآخرين طول ما أنه صوتك الداخلي عم يدفعك لإنهاء عملك. تحرز نجاحات كبيرة وكتيرة. تتمتع اليوم بسحر غير ملموس، سحر داخلي بيجلب الناس إلك وبيدفعهم لفهمها الشخصية المميزة اللي بتتميز فيها. تتعاطف مع مواليد برج القوس، العقرب والحمل. برج الحوت. ما تكون متسلط بقراراتك تجاه الزملاء وما تخليهم يتذمروا من تصرفاتك، بل على العكس مدلهم يد المساعدة وبتكبر بنظر الكل أكتر وأكتر. منح الشريك المزيد من الوقت للتأقلم مع الواقع الجديد، هالأمر بيسهل كتير تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا، على أمل أن نلاقيكم بأقرب وقت. بتمنى لكم نهار سعيد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.